الإنجليزي أهداف هذه المباراة بدأت عبر الإسباني ألفارو نيجريدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بهذه الرأسية بعد تمريرة رائعة من زميله فرناندينو من الجهة اليمنى. في الشوط الثاني وبعد ثلاث دقائق على انطلاق هذا الشوط تمكن نيجريدو من تسجيل الهدف الثاني بهذه الطريقة. إيدن جيكو في الدقيقة 67 تمكن من الابتعاد بالنتيجة بإحراز الهدف الثالث بهذه التسديدة القوية التي جاءت على مشارف خط الستة ياردة. وبعد دخوله مباشرة سيرجيو أغويرو يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 73 قبل أن يختتم جيكو مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 80. هدف أيضا من صناعة خيسوس نافاس نجم هذا اللقاء.